أحبابي الواحد الخو تخلق السباب والكمان على أيوة هلا خويا على الله. بقات عندي آخر واحدة خاصني نبيعها ضروري. واش الخوت السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم غادي نمشي نترزق على الله في المرصة، ومن بعد غادي نكملوا المهمة ديالنا اللي درنا في ديك الحلقات الأولين. وغتشوفوا شي حاجة ناضي يا الخوت، كملوا الفيديو حتى الاخر، ولا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب واللايك. الجو شاتي اليوم، الجو مرموق، عطيش حد يلعبوا كيرا في مرسى انتم. تبارك الله، اللهم بارك. دبرت على جوج سرديلات باش غنصيد، عندي واحدة هي اللي غادي نلوح عليه، وغتشوفوا واحد الديكور واعر الخوت قسما بالله. قدروا واحد الجو هذا هو اللي كيعجبني، كنكون مريح في الدار مكالمي كيقول لي نوض سير المرسى عيش هاد الاجواء هذه. الله ما يمكن واحدة فينا يا الخوت، هاي شتو هاي زيد زيد الديه هاك رزقك، وزيدي زيدي ما تحشميش. مرحبا بي زيدي ما تحشميش، شاكي زين نيتك. لوح على لوح على شوف واحد الديكور هاي غتلحلى دابا السردين. شوف فاتني لا شوف فاتني لا جوج سرديلات، واحدة لحت عليهم ضحيت بها، واحدة غادي نصيد بها. إلا لحت عليهم والمرسى خوات، مرسى رخاوية، الناس خرجوا يترزقوا على الله. البارك هو ترى غيدخلوا فيها الليل مع ديك الجوج الوحدة بحال هكا، راه ما يمكنش نلوح لهم هذه اللي بقات لي باش غادي نصيد. وإن شاء الله ربي غادي يجيب الرزق الخوت ونطلعوا شي حصيلة تكون مرموقة. هاي القرعة ديال السبيب ديالي، ها الطقالة، ها الصنارة، ها السرديل اللي غادي نصيد بها الخوت. هاي عوف عصر عليا انا بوديها شتو. غنقطع مدابو غنبدا على بركة الله، على الله يطلع علينا الحوت، على الله يا ربي يا الخوت دعوا معايا يا ربي يطلع الحوت يا بسم الله. احنا لحناها ومريح في الفلوكة، لجا الحس غتسمع هذيك اللقطة ديالها بق الرق طلع دابا تمتم. بما طلع الحوت ضروري خاصنا ندندنو راس الخوت. هيا هيا الخوت هيا الاولى على بركة الله الخوت، اللهم بارك. هيا كطلع طالع كتحرك بالماء انتم الخوت. اوه هيا فينا ايوه ايوه دابا طلع تحت باباك، بوسي بوسي الله في غنحطها فين. هيا الخوت فينا هيا. ربي ما خيبناش الحمد لله، دندينا ديال الراس زينة الخوت، دند الراس يطلع الحوت. ربي كبير الخوت الحمد لله، كنت عارف غادي نصيد الحوت، كنت عارف مأكد 100%. ها انتم مال الخوت، هاي الثانية، الطعم الثاني، سيروا جيبي لينا التسي، تعكس لينا السبيب، هولي، هودي بجيبي لينا أختك، جيبي لينا أختك الله يرضى عليك. يا رب اطلع الثانية يا رب. اه يا الخوت بقى مليوحة انتم، الله يلا بقى مليوحة. لفو يعطيك العاطيك يعطيك بمرة، اللهم بارك. اوه اوه ليه شو 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 خوتي شو شو ايوه ايوه تبتي تما ايوه تبتي تما، ما عندك فين تهرب ريحي تما. اولي 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 غنزيد الطعم الثالث دابا غيطلع الحوت عاود ثاني. اولي 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 سبعة سبعة الخوت سبعة صداش دير فرفري تما تو الفلوكة هربت بيا، الفلوكة هربت بيا الخوت. هاتو تخيلوا معايا اليوم تلاقيت مع الحوت كنلوح الصنارة كيطلع كيطلع كي داما. هاتو راه مايمكنش، غنجربو نصيدو على هاد الكوان ما بين الباركو والفلوكة، غنشوفو واش طلع لينا شي حاجة هنايا. صافي هو هادشي اللي بغيتي، خاطيك تغوطي تجريتي لينا على الحوت، معلياش الله أنا ندبر على راسي، ولفتوها فين تشوفوني أنا، تشوفوني تبدا تغوطا، على الدخلة ديال الباب كتسمع ايوه اللهم بارك الخوت. هيا الخوت اللهم بارك. ما يمكنش قسما بالله، بقى مجمع معايا تطلع كتجري
اللهم بارك. وانا شبويس انت كيف الزعمة ما نبوسوش انتيا ولا كيفاش؟ يا الله رقصي مع خوتك تمايا. دبرنا على راسنا في المرسى باقي قاع ما طلعنا لفوق، باقي قاع ما تبايعنا وتشارينا وباقي. اولي 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 ايوا ايوا وحده. اللهم بارك الخوت هاي فيناش. اللهم بارك هاي في الطريق تركل الخوت. الله بارك الله اليوم واكل الحوض الله يلا واكل كله حطوه معك يطلع. الله زيد 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 الله يعطيك الصحة زيد الله يعطيك الصحة. يا خوت فيني هود احد خوتك الرق. الواحد الخوت اخلق السباب والكمان على ايوه ايوه فكر هضر الخوت يطي بطالة انتم الله مبارك. قلت لكم الخوت واحد اخلق السباب والكمان على الله بقي الله بنطقوا يدي مطالعة. شكير عوّة شبيت عوّة سير خل ندبر على راسك ما اعطيك والو اليوم ما سير ربي انا راح يتمن حيتمن هنا وعطاكم وحدة وبقات لي وحدة قريبك من لي السلسال خوت انتم صافي سير منك يكون الحوت راه هاي قوش. يا الحاصيله ديالنا فينا يا خوت تبارك الله راه شي جوج كيلو ونص تقريبا هنايا حتى لثلاثه اللهم بارك الحمد لله على كل حال دابا غادي نطلع نبيعهم الخوت واحد الدراري كترسقوا على الله حتى امك يصيدوا الخوت هما فينا هما يا هما الله يسهل عليهم يسهل على الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كدير خويا بخير هان كاين شي ولا والو؟ نشفات غردي ما داش ترى مريحين في واحد البلوكه لا هي البارك الجدينه يعني هاد العيبات هذا ها على الله على الله شاطيني فيهم. انا الخوت على الله نبيعهم قلب اخويا ها قلب خذ راحتك قلب الله يا ودي شحال اخويا على الله شي كلمه من عندك بيدري هي اللي عدي ودي لا اسمح لي يحفظك خويا لا لا لا, لا, لا. انا كنترزق على الله ولاد باب الله اخويا ها هذا الشمال ما كافيك شو مضفر على راسه الخوت ها انت شويه صاحبي بغينا نزيدوا شي حاجه وديهم زيد شي حاجه وديهم ها ما عندي ما ندير ليك اخويا الله يسهل اللهم امين عرفت اش دير راه وداه الله يحفظك نبيعهم لي الخوت اللهم نبيعهم لي الله يحفظك بارك الله فيك الله يسهل عليك حتى انت احنا راك عارفين انك باب الله تبيع وشري فيهم ولا كنت ديهم الدار ولا تبيعهم الله يسهل عليك ها هو الدر الخوت عطانا 5 دراهم طلبنا راكم شتو كل شيء على عينيكم الله يسهل عليه ويسهل على الجميع دبرنا على راسنا واحنا دابا غنترزقوا على الله دابا هنا. السلام عليكم كيف داير بخير ما غاديش تعاود بارك الله فيك عطاني شي 4 خيضات واش 4 كلوريكس قطعة زرقاء ها؟ قطعة وحدة لا قطعة زرقاء راه زرقاء ماشي مشكل قطعة زرقاء الخوت انتم الله يسهل عليك الله يحفظك. أمر الخوت 4 خيضات و 4 كلوريكس غنمشيو نترزقوا فيهم على الله. السلام عليكم فين بخير؟ أنا بارك الله فيك خويا العزيز السلام فين بخير؟ أنا الدراري الله ولينا في كوكات كوكات الرجولة الله يسهلك خويا الدراري شو تشرب تشرب هذا؟ عندك أي مرحبا تنبيع بدرك؟ الله يحفظك يا الله الاولى الخوت بعنا الله مبارك انت بغيتي والو سير الله يعزك العزبه العشره هاي الاولى بعنا الله مبارك الخوت فين اخويا بخير هاني امور مزيان الله يحفظك بارك الله فيك تعاود مزيان واجي قولي تشري من عندي وراك صرف خيضه ما اسمعي والو انت شي وحده ها لا شكرا شو واحد ما بغيت مش مشكل الله يبارك الله يحفظك بارك الله فيك هاك اللي بغيتي شو حيده سير الله يسهل عليك ما تزين معاهم خويا بخير اجي 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 بين بخير امور مزيان بارك الله فيك سلم الزعيم اش تعاود ما حبيبي خدامين لا لا تعاود مزيان قول لي تشري من عندي خيضه كلوريكس لا دايره من وحده
مرحبا زيد. ها يا خو تبعنا دابا ثاني غتبع دابا خذوا لك لوريكس عطيني هلا طيب هكا الله يسهل عليك شكرا بارك الله فيك ها يا الثانية بعنا دابا او الدراري بخير امور مزيان الله يحفظك اش تعاودوا الله يحفظك قول لي الدراري كنت رزق على الله تخيطون كلوريكس شرو من عندي كايناش الله نشوف شحال 10 دريم كنبيعها بدرهم وزاد هاك 10 وصافي هاك شوف مقتول الله تشد هاك خوت اخو طال شي واحد طال شي واحد طال شي واحد هاك عطيني معنا براس مال الخوت بعنا ليه ب 10 الله يسهل عليه يسهل على الجميع حتى لو ما كانش عندنا عطاه السلام خويا كيف داير امور مزيان بارك الله فيك اللهم لك الحمد الله يلاه بخير الدراري قول لي شرب من عندي تخيضوا لك الله يهديك كامل كيسلوك هاني محمد يسير عرضك اللي تستاهل سيري كل شيء الله يحفظك هذيك النهار رضيت منك تدير واحد الهضره الزوينه بحال هذيك تعجبنا الخوت قسما بالله والدراري الله يسهل عليك الله يحفظك ليا ودوي الله يسهل عليك انت شحال هذي الدرهم ها هي واش ديالو ام جو عندي الدراري الخوت ام وقعوا عليا دابا الله يسهل عليكم الدراري شرون عندك الورق زيد تخيطوا لك لوريكس لا وحده انا بعد جوج الخوت السادسه تبعت دابا بقاو عندي جوج الخوت باي طريقه خاصني نبيع السلام خويا كدير بخير امور مزيان زربان واقيلا لا قول لي يا خويا اسمح لي انا ديرون جمع كنبيع كلوريكس شري من عندي اي مرحبا كنبيع بدرهم درهم شري راسك واش الدير اللهم حلاوه شري من عندي الله يحفظك بارك الله فيك شكرا اخويا العزيز الله يحفظك هاي الثانيه بعنا هذه اللي قبل الاخر بقات عندي اخر وحده خاصني نبيعها ضروري ترى عييت من الصباح وانا ندور السلام عليكم اشرف السلام عليكم خويا بخير امور مزيان الله يحفظك بارك الله فيك الدراري وقال معطلكم لا ما ناخذش من وقتكم شوف كنترزق على الله في تخيضون تشرو من عندي مرحبا مرحبا كنشري كنبيع بدرهم شري ب 10 وتبيع لنا بدرهم واش الدير نصبح على الله لا ماشي نص ان شاء الله ضربتك على يدك لا لا مرحبا مرحبا حيشا حيشا شرو من عندنا لا الله يعزك ايوا اي دراري لا لا هذا ما دار الله يحفظك دراري عطوني جوج دراهم الله يحفظكم العشاء الله يسهل عليكم دراري الله يسهل عليكم بارك الله فيكم العشاء تحياتي بارطاجيو شي كاين البارطاج ضروري ضروري الدراري هذا معاون معايا هذا الشيء بارطاج الدراري شوفوا هذا الفيديو بينا يوصل للغرب شوف من البلوك احسن صانع محتوى في العالم تحيه لجواج الراوش الله يحفظك الله يحفظك شكرا احنا دبرنا على الجدران عطاو علي الدراري الله يسهل عليهم يسهل على الجميع يا الله الخوت طلعوا